عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى لكم يا ربي عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا. اليوم جبت لكم واحد شكيلات ديال الحلوة غير بعجين واحد، سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت ما كتاخذناش الوقت بزاف، ويعني كتقدمي واحد البلاطو اللي يحمر لك وجهك قدام الضيوف ديالك ولا العائلة ديالك. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة مارغرين، وعندنا نص كاس ديال الزيت، وكاس ونص ديال السنيدة، وثلاثة ديال البيضات من حجم صغير، إلا كانوا كبار غير جوج، وحدة ساشي ديال الفاني، وحدة خميرة كيماوية. هنا كناخد كنبدأ بالسكر وكنضيف عليه الزبدة. الزبدة من الأحسن تكون بحرارة المطبخ، ويمكن لكم تاخدو تا ديال لابواط. هنا كناخد ديك ثلاثة ديال البيضات وكنبدا نخدم الزبدة ديالي بشوية. أنا خرجتها شوية من الثلاجة معطلة، خدات ليا الوقت باش يعني نخدمها مزيان، لأن خصها تولي بحال بوماد. هنا كنبقاو كنخدموها شوية بشوية، كنزيدو ديك نص كاس ديال الزيت، وكنبقاو نخدمو الخليط ديالنا جيدا. كنضيف واحد رشة ملح باش كتكسر لنا ديك الحلاوة. وهنا كندير ساشية ديال فانيلا، وهنا عاوتاني كنديرو الخميرة الكيماوية من حجم 8 غرام. هنا الدقيق عندي 600 غرام، على حسب الدقيق، تقدر تكون عندكم مثلا ضيفوا 700، لان على حسب نوعية الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. انا بالنسبة ليا احتاجيت فقط 600 غرام. هنايا جمعنا العجين ديالنا، ما كنعركوش، ما كيطلبش منا العريك، غير كنجمعوه. شكلت هنا 4 ديال الكويرات، وكل كويره غادي نلفها في بلاستيك غذائي باش كتبقى لنا العجين رخوه ورطبه. صافي غادي نكملوا الكويرات ديالنا، وغادي ناخذ الكويره الاولى، غادي نوضع واحد معلقه ديال الكاكاو المر، وغادي نحاول ندخل ديك الكاكاو كله في هذاك العجين، وغادي نبقى نصنع واحد الكويرات. المهم نحاولوا انهم يكونوا قد قياس واحد. وغادي ناخذ واحد طبسيل فيه بياض البيض، غادي نبقى نغطس كل كويره ونفندها في الكوك، ونوضع في الطاوه ديالي اللي كنوضع فيها واحد بابيي كويسون، وكنبقى ماشيه بهذه الطريقه حتى نكمل الكويرات ديالي كلهم. يعني هذه الحلوه الصراحه كتجي زوينه وصعب ليا، كيجي الصراحه مقرمش ولذيذ. كنمشيو بنفس الطريقه حتى نكملوا القياس ديال الكويرات. هنا خديت انا واحد السكين غير ديك الجيب ديالو، وبديت كنشكل واحد ثقبات في الوسط. نتوما اللي عندكم يمكن لكم ديروا حتى ولو بالاصبع ديالكم. هنا خديت الكره الثانيه كما كتشوفوا، نفس الطريقه غادي نديروا كويرات، وغادي نغطسها في بياض البيض دائما، هذاك الطبسيل البيض راه خدم معايا، وغادي نفندها في الكاكاو مهرمش، يعني حتى حمصو واحد شويه وطحنتو هرمشتو، وعاد يمكن لكم تستعملوه. صافي هنا كنبقى نستف في اللاطه ديالي او في البلاطو.
بالنسبه انا ما تبركوش عليه بزاف، غير برؤوس الاصابع فاش كتجي تفند باش كيدخل ديك الكاوكاو، وكنبقاو كنستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو الكويرات ديالنا. هنا بدلت الزلافه، درت في الصينيه حيت جاتني الخدمه في الزلافه شويه، يعني خصني باش ناخذ ديك الكميه الكافيه في الكويره باش كتفند مزيان. هنا خليت بابي كويسون درتو على سطح العمل، وضعت الكويره وضعت فوق منها سلوفان، وعاد بديت كنطلق العجين ديالي باش ما كتلصق لياش على سطح العمل. صافي، وهنايا خديت مرشم وبديت كنشكل. يمكن لكم تستعملوا حتى الكاس. السمك ديال العجين ما يكونش عالي بزاف وما يكونش رقيق باش ما كتحرقناش الحلوه. هاد الشكل هذا، يعني هاد المرشم هذا عندي فيه جوج شكالات. صافي، وكنبقاو كنستمروا بنفس الطريقه حتى تنساليو. والعجين اللي كتشيط لنا هذاك الفائض كنجمعو عاوتاني كنديرو في، الا كانت قاصحه كتقصح لكم يمكن لكم تزيدوا واحد شويه ديال ما زهر او قليل من الحليب باش كترجع العجين رطبه. انا ما استعملت حتى شي حاجه، بقات لي مزيانه خدمت بها حتى كملت الشكل ديالي كامل. صافي، العجين غادي تجمعوها غير بالاطراف الاصابع ديالكم، ما كتعرك ما والو، وغادي ديروها في بلاستيك غذائي وتكملوا بنفس العمليه. هنايا شحلت ديجا الفران، كان عندي سخون، درتو على 180 درجه. مده ديال الطياب ما غاديش تتعدى ما بين 15 حتى 20 دقيقه او ماكسيموم. هنايا خديت الكويره الاخيره بديت كنشكلها كويرات، وغادي ناخذ نتوما اللي عندكم، يا قرقاع يا انا عندي غير اللوز لقيتو، درت ديك اللوزه فوس ديك الكويره وبديت كندير نغطس في بياض البيض وكنفند في الزنجلان. الزنجلان اللي ديجا عندي محمص شويه. صافي، وكنبقاو هكا كنديرو الكويرات ديالنا حتى تنساليو، يعني كيجيو شكيلات صراحه زوينين. بالنسبه للوز حتى هو حمصتو بحال الزنجلان، ولكن حمصتو غير شويه. يمكن لكم تصهدوه في الفران او ديروه في المقلات بحال بحال. وكنبقاو كنمشيو بنفس الطريقه حتى نكملوا البلاطو ديالنا او الصينيه. الحلوه ديالنا هنايا وجدات، خرجتها من الفران كما كتشوفوا. بديت كنزين ديك التقيبات بالكونفيتور ديال الفريز اللي عندكم في الدار، انا عندي ديال الفريز. وصلنا هنايا للشكل الاخير اللي انا صوبته بالشوكولا. هنايا درت النصف مغطس بالشوكولات كامل، والنصف الاخر درت غير الوجه فقط وزوقته بلوزه. يمكن لكم تزوقوه بالقرقاع اللي عندكم في الدار. كما كتشوفوا الصابلي ديالنا وجد وجاب بطريقه راقيه وزوينه، يعني كتحمر الوجه. يمكن لكم تقدموها للضيوف ديالكم وجا مقرمش الصراحه زوين. نتمنى انكم تجربوا هاد الصابلي هذا
وتردوا عليا في التعليق ديالكم. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.